فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السؤال شاب يسأل أنه كان يوجد عنده معاصي وتابه الله سبحانه وتعالى، ولكن في معصية ما زال تؤنب ضميره، وهو أنه فعل الزنا في بكر، وهو الآن ماذا يصنع يا شيخ؟ هل هو أن يراجع أهلها وعلم أنه لا يستطيع أن يتزوجها، ولا ما زال يتخبط بنفسه ويعيش حياة نفسية مضيعة نفس هذه القضية؟ فما رأي فضيلتكم هذا؟ الذي نرى أن الإنسان إذا تاب من أي ذنب فإن الله يتوب عليه، لأن الله ذكر أصول الذنوب العظيمة الكبيرة في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، عدوان على الله، على النفوس، على الأعراض. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. فالواجب للإنسان إذا تاب توبة نصوحا اكتملت فيها الشروط الخمسة المعروفة، وهي الندم والإقلاع والعزم على ألا يعود، ألا يعود في المستقبل، والإخلاص وهو الأصل، وأن تكون التوبة قبل فوات الأوان. فإذا استكملت هذه الشروط الخمسة في حقه فهي توبة نصوح، يمحو الله بها كل ما سلف من ذنوبه حتى الزنا. أما بالنسبة للمزني بها فإن كان باختيارها فهي لا تصنع ذلك بنفسها، وإن كان إكراها فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإكراه، وإذا تمكن أن يستحلها فليفعل، وإذا لم يتمكن فليكثر من الاستغفار لها، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما ما حصل من إذهاب بكرتها بهذا الزنا وأنها ستكون في حرج عظيم، لأن إذا خطبت على أنها بكر مشكل، إن قالت أنها قد زالت بكرتها سوف يكون عليها علامات استفهام كثيرة، وإن سكتت كان في هذا شيء من الغش بالنسبة للزوج الذي يتزوجها. لكني أرجو من الله عز وجل إذا كانت توبته صادقة، وكانت المرأة أيضا إن كانت مطاوعة توبتها صادقة، أن يجعل الله لها فرجا ومخرجا. وأما قولك في السؤال إنه لا يمكن أن تتزوج بها، فلا أدري لماذا قلت لا يمكن، هل هو فقير؟ الزواج منها لسبب اختلاف القبيلة هذا، وثانيا رفض الأب من الزواج من هذه العائلة. إيش؟ الأب مصر على الرفض، وكذلك علاقة العائلة بالقبيلة تختلف عن قبيلتهم بالنسبة للنسب. على كل حال إذا تيسر أن يتزوج بها فهذا المطلوب، وإن لم يتيسر فسيجعل الله لها فرجا ومخرجا ما دام التوبة صادقة، لأن الله تعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وهذا عام.